سيدنا إبراهيم عليه السلام وبعد وفاة السيدة هاجر أم إسماعيل يعني عزم على زيارة ابنه إسماعيل، فجاء إلى مكة. هذا طبعا الكلام كله قبل بناء البيت الحرام. نعم، قبل بناء البيت الحرام. وكان قد تزوج امرأة من جرهم. جرهم كما هو معلوم أن هي القبيلة العربية التي سكنت مع السيدة هاجر، وتزوج منهم من قبائل العرب. نعم. حضر سيدنا إبراهيم وطرق الباب على بيت سيدنا إسماعيل، فخرجت المرأة سلم عليها: أين زوجك؟ قال: زوجي ذهب يبتغي لنا، بمعنى أنه يعني مشغول بأمور الحياة ليجلب الرزق للعائلة. قال: كيف أنتم؟ قالت: بشر حال. وبدأت تشتكي من ضيق ذات اليد ومن صعوبة وهي الحياة. لا تعرف من هو، هي لا تعرف، هو لم يعرف عن نفسه. نعم. هي بدأت تشكو له ضيق الحال، يعني هي تشكو لرجل غريب. نعم، شكت لرجل غريب. قال: إذا حضر زوجك، إذا رجع فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بيته. رجع سيدنا إسماعيل فسألها: هل زارنا أحد؟ هل مر بنا أحد؟ قالت: جاء رجل كذا وسألني وسلم عليك وأوصاك بتغيير عتبة بيته. قال: إذن الحقي بأهلك. هذا أبي. يعني كانت عتبة البيت هي عتبة المقصودة. البيت. نعم. فلحقت بأهلها ثم تزوج مرة أخرى، وبعد مر مدة أيضا سيدنا إبراهيم زار سيدنا إسماعيل وطرق الباب كما طرق في المرة الأولى. وخرجت الزوجة سألها العزية، قال: اذهب يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ قالت: بخير حال، انزل نستضيفك. يعني لا يمكن أن يكون ضيف ولا قال يعني ما أكلكم؟ ما تضيفوني؟ قالت: اللحم والماء. فقال: بارك الله لكما في لحمكم وفي مائكم، إذا رجع زوجك فأقريه السلام قل له امسك عتبة بيتك أو حافظ عليها. رجع سيدنا إسماعيل فمن زار قالت: رجل حسن الهيئة جميل الطلعة، وبدأت تمدح به وقال لك امسك عتبة بيتك أو حافظ على عتبة بيتك. قال: هذا أبي، وجاء يعني أمرني بأن أمسك عليك وأن أحافظ عليك. هذا الكلام وكلام سيدنا إبراهيم هو ليست ألغاز وليست يعني كلمات متقاطعة، وإنما هو إشارة إلى أن المرأة هي ظاهر البيت، هي عتبة البيت، هي باب البيت، هي من تحفظ أسرار البيت.